صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل مفهوم الصحة النفسية، علشان محتاجين إن احنا نعرف إذا كنت محتاج مساعدة من طبيب أمراض نفسية ولا مش محتاج المساعدة دي. في الفيديوهات اللي فاتت احنا حاولنا نجيب كده نظرة ومقدمة وبعض التعريفات سواء من منظمة الصحة العالمية أو من خلال القانون المصري. النهاردة إن شاء الله هنكمل الموضوع بتاعنا بس من وجهة نظر الطب النفسي ومن وجهة نظر علم النفس، وإن شاء الله لو تابعتوني لآخر الفيديو هقول لحضراتكم التعريف اللي أنا مصدقه واللي أنا ممكن أمارس من خلاله المهنة بتاعتي كطبيب أمراض نفسية. جوه الطب النفسي وجوه علم النفس في مدارس كتيرة جدا مختلفة، وكل مدرسة تناولت جانب من جوانب الإنسان أو فسرت الصحة النفسية من وجهة نظرها، وهي حست إن اللي بيختلف عن التعريف اللي هي بتحطه أو المفهوم اللي هي بتحطه يبقى في الحالة دي هو محتاج المساعدة، وهو محتاج إنه على الأقل إنه يروح يكشف أو يسأل حد يكون متخصص. مش هنقدر نجيب افكار كل المدارس، لكن هقول لكم بعض الافكار اللي بعض علماء النفس بيفكروا ازاي علشان تبقوا معانا في الصوره. فمثلا في بعض العلماء وفي بعض المدارس الطب النفسي قالت كده ان اي انسان مننا ليه 3 صور يعني بيعيش بيهم في الحياه بتاعته. في الصوره الذاتيه، انا شايف نفسي ازاي، وفي الصورة اللي بيشوفها لي المجتمع، وفي الصورة اللي أنا أطمح واللي أو الصورة المثالية اللي أنا نفسي أحققها في حياتي. فالصحة النفسية من وجهة نظر الناس دي، وهي إن بقدر اقتراب 3 صور من بعض أو بقدر اقتراب أو بقدر إمكانية تحقيق 3 صور واقترابهم من بعض، الإنسان ممكن يبقى في صحة نفسية وفي حالة سوية. فمثلا لو أنا بقيم نفسي مثلا تقييم عالي شوية، سواء التقييم ده بناء على كفاءتي وشهاداتي وإمكانياتي وقدراتي الشخصية، وشايف نفسي في مكانة معينة سواء حقيقية أو لأ، والمجتمع شايفني في صورة تانية خالص مش بنفس القدر اللي أنا شايف نفسي بيه، في الحالة دي هيحصل نوع من أنواع المشاكل، وهيحصل نوع من أنواع التوتر، وهيحصل نوع من أنواع الكلاش أو الصدام ما بين الصورة الذاتية اللي أنا شايف نفسي فيها والصورة اللي شايفها لي المجتمع. أو العكس، لو أنا بقلل من قدراتي وبقلل من امكانياتي او سواء حقيقية او انا بالفعل انا محترم امكانياتي وقدراتي وشايفها انها في حد معين، والمجتمع شايفها في مستوى عالي، فشيء طبيعي ان المجتمع هيحط عليا توقعات كبيرة جدا وهيطالبني بحاجات كتيرة جدا في حياتي. في الحالة دي برضو هيحصل نوع من انواع الكلاش او الصدام او الاضطراب، أو بلا أدنى شك هيأثر على صحتي النفسية. لكن لو الصورتين دول، الصورة الذاتية عن نفسي والصورة المجتمعية عني، كانوا قريبين من بعض أو في حالة انسجام، يبقى في الحالة دي أنا هقدر أأدي في الحياة بشكل كويس وهبقى في صحة نفسية وصحة عقلية كويسة. في الصورة الثالثة اللي هي الصورة المثالية أو الصورة اللي أنا أطمح إني أحققها في حياتي، لو في إمكانية إن أنا أحقق الصورة دي المثالية، والصورة المثالية دي مش صورة خيالية أو صورة فانتازية أبقى سوبرمان أو باتمان أو أي مكان من الشخصيات دي، يبقى ممكن أنا أعيش في صحة سوية على أساس إني أنا بمشي في خطوات في حياتي، وإن الحياة دي مسيرة نحو حياة أفضل، فأنا بحاول أحقق الصورة المثالية دي في حياتي. لكن لو أنا مش قادر أحقق الصورة المثالية دي اللي في حياتي، أو حاسس إن الصورة دي بعيدة جدا، أو إنها بفترض إن الصورة دي خيالية ويستحيل تحقيقها، بلا أدنى شك ده بيأثر على صحتي النفسية.
دي كانت وجهة نظر بعض العلماء وبعض الناس اللي بتفسر الصحة النفسية من وجهة نظرها. بالمناسبة في صورة رابعة غير الصورة الذاتية والصورة الصورة الذاتية عن نفسي والصورة المجتمعية عن نفسي والصورة المثالية اللي أنا أطمح إن أنا أحققها. في صورة رابعة. الصورة الرابعة هي نظرتي أنا للعالم. شايفه إزاي المجتمع اللي حواليا وشايف العالم من حواليا شكله إزاي. هل أنا شايفه فرصة للنمو، فرصة لتحقيق الذات، فرصة إني أنا أنمو وإني أبقى إنسان أفضل، ولا شايفه عائق، شايفه تحدي لا يمكن اجتيازه، شايف العالم اللي النظرة بتاعتي للعالم شايفها نظرة خيرة، شايف العالم ممكن يبقى خير أو هو بالفعل خير، ولا شايفه إنه شرير ولا يمكن إصلاحه أو إن يمكن العيش فيه. دي صورة رابعة من ضمن الصور اللي بيحملها كل إنسان مننا عن حياته الشخصية. ننتقل لمدرسة تانية من مدارس علم النفس أو مدارس الطب النفسي ونشوف نظرتها إيه في مفهوم الصحة النفسية. فالمدرسة دي قالت إن جوه كل مننا في ثلاث ذوات، في ذات الطفل أو ذات الطفولية، الذات اللي هي عايزة تلعب وتتنطط، الذات اللي مش عايزة تشيل مسؤولية، الذات اللي هي عايزة تفرح دايما مش شايلة الهم، عايزة تنام في هدوء وفي سلام، وفي الذات البالغة اللي هي المفترض إنها هي اللي بتتعامل مع الحياة واللي بتتعامل مع المسؤوليات بتاعتها والمشاكل وبتسعى جاهدة انها تبقى في حالة نضج دائما، وفي الذات الوالدية، والذات الوالدية دي اللي هي الذات المحملة بكل ما هو صح وغلط، محملة بكل ما هو قانون ونظام وحلال وحرام وعيب، كل الأوامر وكل النواهي. فالمدرسة دي قالت إن علشان أعيش في حالة صحة نفسية وفي حالة سوية، لابد إن الثلاث ذوات اللي عندي يبقى في حالة من حالات التناغم وحالة من حالات التناسق بينهم، مفيش واحدة منهم بتطغي على التانية، وفي نفس الوقت ودي النقطة المهمة إن كل واحدة منهم بتظهر في الموقف المفروض إنها تظهر فيه. واخدين بالكم؟ يعني لو أنا عندي 40 سنة دلوقتي جوايا الثلاث ذوات، في ذات الطفل والذات البالغة والذات الوالدية. ذات الطفل لابد أنها تظهر في وقت معين، والذات البالغة لابد أنها تظهر في وقت معين، والذات الوالدية لابد أنها تظهر في وقت معين. لو واحدة منهم ظهرت مكان التاني، هنا بتحصل بقى المشكلة وبيحصل نوع من أنواع الاضطراب. فمثلا لو أنا المفروض دلوقتي في رحلة وفي فسحة والمفروض إني أتنطط وألعب وأنبسط وأمارس نوع من أنواع البهجة في حياتي وأنسى شوية مشاكل الشغل والمشاكل المجتمعية اللي أنا فيها، فأنا قررت بدل ما أنا أقرر إني أنبسط، لأ قررت إني أخد اللابتوب بتاعي وأقعد أحل في مشاكل الشركة بتاعتي أو مشاكل المستشفى بتاعتي. هنا حصل تضارب في الأدوار بلا أدنى شك، لا أنا انبسطت ولا أنا استمتعت، وفي نفس الوقت ما أظنش أني هطلع قرارات سليمة. في نفس الوقت لو أنا المفترض أني أتصرف بمسؤولية تجاه الحياة اليومية العادية بتاعتي أو تجاه بعض المشاكل الكبيرة اللي في حياتي، وان انا استخدم الذات البالغة اللي عندي الأدلت الشخص البالغ اللي عندي، وبدل من ان انا استخدم الشخص البالغ اللي عندي علشان اعرف افكر في حل للمشكلة او ان انا احط اهداف او احلام يمكن تحقيقها على الناحية التانية، لا انا قررت ان اتصرف بطفل. الطفل بيعمل ايه لما بيلاقي حاجة بتألمه او بتوجعه او مش عارف يتعامل معها؟ بيعيط، بيرفص، بيجري، يستخبى، بيدخل ينام، يعني بالبلدي كده ههرب من المشكلة بتاعتي. يبقى في الحالة دي انا لم اكن صحيح نفسيا ولم اكن قادر على اني
أعيش حياة سوية. الصورة الثالثة وهي الصورة الوالدية، وفيها في أوقات من الأوقات لازم أبقى عارف الصح من الغلط، في وقت من الأوقات أبقى عارف الحلال من الحرام والعيب والنظام والقانون إلى آخر هذا الكلام. لكن الذات دي لو طغت ممكن تحول الحياة كلها إلى جحيم، هتبقى مسيطرة ومهيمنة وهيبقى فيه كده الصراع اللي احنا بنحاول يعني نحطه في كلمتين، الرحمة ولا العدل، اطبق الرحمة ولا العدل. واتعملت طبعا قصص كتيرة جدا واتكتبت افكار كتيرة جدا بخصوص هذا الشأن. فزي ما انتم شايفين ان كل مدرسة بتعبر عن وجهة نظرها في الصحة النفسية، ولو انا قدرت اني امزج ما بين الثلاث ذوات اللي عندي وقدرت ان هم يتناغموا ويتناسقوا ويطلعوا في المواقف اللي هم مفروض يطلعوا فيهم، الحياة هتبقى افضل بكتير بالنسبة لي. دول كان مثالين انا حاولت اني استرشد بيهم مع حضراتكم، لكن هل معنى كده ان مفيش حاجات تانية؟ لا، في حاجات تانية كتيرة جدا. يعني مثلا في كلام نظري، يعني في كلام اتقال في جوه علم النفس وجوه الطب النفسي كلام نظري. يعني مثلا في تعريف يقول الصحة النفسية هي حالة من النضج العاطفي والسلوكي والمجتمعي. اوكي، يعني تعريف لطيف، ان انا مشاعري ناضجة، سلوكياتي ناضجة، بتصرف بنضج في المجتمع اللي انا عايش فيه. اوكي، ده تعريف، وان كنت انا شايف انه يعني تعريف نظري شوية او انشائي شوية. تعريف تالت او تعريف رابع قبل ما انا اقول لكم على التعريف اللي انا بستخدمه في حياتي الشخصية، احنا قلنا ان في تناغم ما بين الطفل والبالغ والشخص الوالدي، او تناغم ما بين صورتي والمجتمع والصورة المثالية. لا، هو قال بقى ان يبقى في تناغم ما بين ثلاث حاجات في حياة الانسان: الحب والعمل والبهجة. لو قدروا ان هما الثلاثة يتناغموا مع بعض ويتناسقوا مع بعض ويحققوا، كل واحدة منهم تحقق، يعني انا احب بالحقيقة واشتغل بحقيقة بالحق واستمتع فعلا، يبقى الثلاثة دول لو انا قدرت ان انا احققهم في حياتي هبقى صحيح نفسيا. لكن لو الحب طغى على العمل والبهجة اللي عندي، او العمل طغى على الحب والبهجة اللي عندي، او البهجة طغت عليهم، او رغبتي الانانية في الحياة اللي هي البهجة مثلا طغت عن العمل والحب، هنشوف الامثلة دي في الامراض النفسية بعد شوية، يبقى في الحالة دي انا عندي اضطراب نفسي. نيجي بقى للتعريف اللي انا حاسه ان هو ممكن يحقق حاجات كتيرة جدا وممكن نتكلم فيه كتير جدا، وشايف ان هو ممكن يعبر بالصدق عن مفهوم الصحة النفسية. التعريف ده قاله فرويد، وانا مصدقه مش لانه قاله فرويد لا اطلاقا، لكن انا حاسس ان انا ممكن اقيس عليه حاجات كتير جدا. تعريف الصحة النفسية اللي انا مؤمن بيه واللي انا عايز اكلم حضراتكم فيه النهاردة هو القدرة على الحب والعمل. طول ما انا قادر اني احب، طول ما انا قادر اني اتحب، طول ما انا قادر اني اعبر عن المشاعر بتاعتي، انا في حالة صحة نفسية. طول ما انا حاسس اني ليا دور في المجتمع، طول ما انا حاسس اني بأدي، طول ما انا حاسس اني بساهم في المجتمع، طول ما انا في حالة صحة نفسية. وبدون ما الدخول في الامراض النفسية او في الاضطرابات النفسية، لكن انا ممكن اقيس الشخص اللي قدامي اذا كان صحيح نفسيا او اذا كان عنده اضطراب نفسي بناء على التعريف ده. يعني لو انا اخدت الاكستريم، لو انا اخدت التطرف في التعريف او الناحية السلبية في التعريف علشان اوضح لكم قد ايه ان التعريف ده مهم في التشخيص. تفتكروا حضراتكم الشخص اللي بينتحر ده مثلا، ده شخص بيحب ولا بيكره؟ بلا ادنى شك ده بيكره.
ده بدأ يكره الدنيا، يكره المجتمع، يكره الناس، يكره كل شيء خلاص، لغاية لما بيقول كده خلاص أنا كرهت نفسي خلاص، فساعتها بيخلص من كل شيء. دي ناحية متطرفة. تفتكروا الشخص المدمن هو بيحب الآخر ولا بيحب نفسه؟ واخدين لبالكم؟ تفتكروا إن الشخص اللي عنده اضطراب نفسي شديد هو ليه دور في المجتمع ولا منعزل أو متقوقع على نفسه؟ أنا عارف إني طولت على حضراتكم، بس أنا حاسس إن تعريف اللي القدرة على الحب والعمل، لو أنا قادر إني أحب وقادر إني أأدي في المجتمع، فأنا أعتقد إني في حالة صحة نفسية. ميزة التعريف ده في حتة صغيرة كده مش موجودة في بقية التعريفات بشكل عميق، وهو إنه بيركز على جزء المشاعر. يعني ده تقريبا أول أو تاني تعريف حضراتكم تسمعوه في مشاعر، اللي هي الحب، اللي هي المفترض انها نوع من اذا ما كانتش اسمى نوع من انواع المشاعر. فبقية التعريفات جافة شوية، عقلانية شوية، محللة شوية، لكن التعريف ده عطي حاجة مهمة وهي المشاعر. وانا شايف ان المشاعر والعواطف هي أهم كتير جدا 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 من كتير من الفكر أو أهم من الأفكار. أشكركم وأتمنى إني أكون حاولت إني ألقي ضوء بسيط عن مفهوم الصحة النفسية. سلامتكم ألف سلامة، وأسمع لحضراتكم كل خير. سلام.